هل حجاب البنات بهذا العصر مقبول، خاصة بأننا عم نحاول مواكبة الموضة والأساسيات الإسلامية، يعني بين الموضة وبين الحجاب؟ أولاً كلمة الحجاب مختلفة عن كلمة الستر. الحجاب يعني عدم ظهور المرأة بشكل كامل، ففرضاً الأفق يحجب الشمس، الغيم يستر الشمس. فقال تعالى عن سليمان: حتى توارت بالحجاب، أي الشمس غابت تماماً، الغيم يستر الشمس. فقال تعالى في سورة كهف: لم نكد نجعل لهم من دونها سترا. فالمرأة المسلمة ليست مطالبة بالحجاب، أي عدم الظهور. فمريم انتبذت من أهلها مكانا قصيا، فاتخذت من دونهم حجابا، أي لم يعد أحد يرى مريم لا بالخير ولا بالشر. المرأة المسلمة مطالبة بالستر وبعملية الوقار وضمن الموضة، وليس هنالك زي إسلامي ما يسمى اللباس الأسود. لحسيتك. فالله في القرآن الكريم لم ينزل النقاب. النقاب هو غطاء الوجه، لم يرد في القرآن على الإطلاق. والمرأة في الحج والعمرة كاشفة الوجه. أما كان في السابق ما يسمى الزي أو الموضة في العامية، كانوا يضعون الخمار على الشعر ويرجعون الخمار إلى الخلف، فيبقى الصدر عاريا ومكشوفا. فجاءت عملية تعليمية توجيهية، فقال تعالى: أن يدنين من خمرهن على جيوبهن. فهي تعليم أساسية للستر. أيوة. فالقرآن يعني لم يفرض زي معين أو لون معين على المرأة. دكتور، من أين أتى اسم حواء كزوجة لآدم؟ في الواقع هذا يسمى من مبهمات القرآن. القرآن الكريم لم يذكر اسم أنثى على الإطلاق إلا مريم عليه السلام، لكي يقول عيسى ابن مريم. أما باقي النساء بالكامل بقي الاسم من مبهمات القرآن. لكن هذه الأمور جاءت بعضها من الأساطير وبعضها من الإسرائيليات التي دخلت الإسلام. فالله لم يسميها حواء بالذات، لكن سماها زوجة آدم، مثل ما قال: امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، وهكذا. لكن لا يوجد يعني ما يثبت أن اسمها بالكامل حواء. إذن يمكن أن يكون غير اسم. نعم. طيب دكتور، خلق زوجة آدم من نفسه، نعم، هل فيه أي استنقاص لدور المرأة؟ يا سيدي، على العكس، هذا فيه قمة التكريم إلى المرأة. لماذا؟ لأنها نهاية هرم الخلق الإلهي من الأعلى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الملائكة وخلق الكون وخلق الجان من قبل من نار السموم، ثم خلق الزواحف العملاقة وهكذا، خلق آدم، ثم من آدم خلقت الأنثى. إذن هي منتهى الكمال. فكل أنثى ليس عندها شعور بالنقص داخلي، وإن كان عندها شعور بالدونية لأسباب اجتماعية مرت عبر التاريخ. لكن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الأنثى؟ خلق الأنثى لكي يسكن إليها الذكر، وليس هي تسكن إلى الذكر. هو يحتاجها. هو يحتاجها. فقال تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهي مصدر السكينة، وهي نهاية الخلق الإلهي. جميل دكتور. لماذا طيب يلقى اللوم على المرأة؟ هي مثل ما بيقولوا هي اللي أخرجتنا من الجنة. الموضوع في القرآن الكريم على العكس من ذلك تماما. أولا، ليس لها أي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة. هذه جاءت من بعض الأساطير، ثم دخلت عن طريق الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي. لنأتي إلى القرآن الكريم. طبعا القرآن هو القول الفصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله يقول أن الله خاطب آدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ثم الله نبه آدم إلى شر إبليس: قلنا يا آدم إنه عدو لك ولزوجك. إبليس خاطب آدم حصرا، قال يا آدم هل أدلك، لم يقل أدلكما، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. عصى آدم ربه فغوى، لم يقل عصيا ربهما. ثم الله يحمل المسؤولية المطلقة لآدم. لاحظ سيطك هذه الآية الكريمة: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى لوحدك لأنك أنت السبب، لم يقل فتشقيا. ثم في النهاية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فسبحان الله، المسلم يقرأ آدم 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 آدم، يغلق القرآن الكريم صدق الله العظيم، ويلتفت إلى الأنثى ويقول لها: أنت أخرجتيني من الجنة. كأننا